السلام عليكم ورحمة الله. في هذه الفيديو غادي نشوفو سكون نابيل لو سيكل دي لوميير، يعني عصر الأنوار، اللي هو العصر لو سيكل اللي تكتبت فيه كانديد و لوبتيميزم، يعني نعرفو السياق التاريخي اللي تكتبت فيه هذه الحكاية. alors le siècle des lumières le siècle des lumières est un mouvement. خاصنا نعرف بأن عصر الأنوار هو واحد الحركة فيلوزوفيك فلسفية littéraire أدبية et culturelle ثقافية، هي واحد الحركة فلسفية أدبية ثقافية qui se développe entre les بدات ما بين 1715 et 1789، يعني في لو 18 سيكل دون توت لوروب، في اوروبا كاملة، يعني واحد الحركة فلسفية أدبية ثقافية ظهرت في أوروبا في القرن 18. alors le but الهدف de ce mouvement ديال هذه الحركة est de promouvoir هو تشجيع ونشر le rationalisme العقلانية. كانت في أوروبا كتطغى الخرافة والتأثير ديال الكنيسة بالخرافة ديالها وديك الظلامية ديالها، وجاو هاد الفلاسفة هاد الكتاب ديال عصر الأنوار الهدف ديالهم هو يشجعوا لو راسيوناليزم، كنقولوا كيك شوز راسيونيل يعني عقلانيه، دونك لا ريزون العقل، راسيوناليزم العقلانيه، لا كونيسونس المعرفه، ليغاليتي المساواه، لا ليبرتي الحريه، كونتر ضد ياش لوبسكورونتيزم الظلاميه، لا سوبرستيسيون الخرافه، لانتوليرونس التعصب وعدم التسامح، الى تيراني والاستبداد. وسورتو كنتكلموا على لا تيراني دو ليغليز ديال الكنيسه، ولا لا تيراني ديال لي روا باغ اكزومبل لي روا دو لا فرانس. لي زيدي دي لوميير، افكار ديال عصر الانوار، سون ديفوزي تنشرات دون لي سالون. لي سالون هي في اوروبا كانوا الكتاب كيتجمعوا وكيجيو الناس من طبقه مثقفه كيجلسوا كيقراو كيهضروا كيتبادلوا الافكار ديالهم، كيتسموا لي سالون. لي ليفر في الكتب مالغري لا سانسور، ديجا شفنا لا سانسور هي الرقابه، يعني بارفوا كيكتب شي كتاب شي كاتب على كيحارب فيه باغ اكزومبل لا تيراني ديال ليغليز السبده ديال الكنيسه، فهذاك الكتاب كيتعرض للرقابه يعني المنع، وشحال من كاتب تعرض للسجن. اي باغ لو فواياج، وانتشروا ايضا هاد الافكار باغ لو فواياج، السفر دو سارتان زيكريفان، كتاب سافروا للدول ونشروا هاد الفكر التنويري ديالهم. اي فيلوزوف بور بارتاجي لور بونسي، باش يشاركوا الناس الافكار ديالهم. لا فيغور ايديال دي لوميير اي لو فيلوزوف، يعني افضل حاجه مثاليه بالنسبه لهذا عصر الانوار وهذه الحركه هو لو فيلوزوف، هو الفيلسوف، لان الفيلسوف عنده واحد النظره ناقده كينتقد. اوم دو لاتر، رجل ديال الادب، افيك اون فونكسيون سوسيال، لو عنده وظيفه اجتماعيه، كي اكزارس سا ريزون، لا ريزون هو العقل دون تو لي دومين، كيستعمل العقل ديالو في جميع المجالات بور غيدي لي كونسيونس، باش كي يغيدي لي كونسيونس الضمائر والوعي ديال الناس. سولوي دون لا بروفيسيون، يعني الفيلسوف لا بروفيسيون المهنه ديالو اي دو كولتيفي، كنقول لا كولتور هي الثقافه، كولتيفي هي يتثقف، سا ريزون بور اجوتي ا سيل دي زوتر، ان ديفونسور واحد المدافع دي دغوا دو لومانيتي، يعني فيلسوف كيدافع ايضا على الحقوق ديال الانسان، ديال الانسان اتسترا. لي برينسيبو تيم retenu par les philosophes des Lumières, اهم المواضيع اللي تطرقوا ليها لي فيلوزوف دي لوميير، فلاسفه ديال عصر الانوار، سون لا ليبرتي، تكلموا بزاف على لا ليبرتي، على الحريه، لا جوستيس العداله، ليغاليتي المساواه، لو تو étant de favoriser وهذا الشيء كامل في سبيل favoriser l'éveil، إيقاد أنهم ينشروا إيقاد دي كونسيونس ديال الضمائر والوعي إلى ريفليكسيون، التفكير، يخليو الناس أنهم يفكروا، حيت كانت الكنيسة وكان الفكر ديال الخرافة كيبطل العقل، فهما كيحاولوا يوعيوا الناس ويفيقوا باش أنهم يخدموا العقل ديالهم وتكون واحد لا ريفليكسيون. سو سون دي زوتور كي اون سوفون ايتي سونسوري، وهاد الكتاب تعرضوا لا سونسور، الرقابة، المنع، تمنعوا انهم يسافروا، تمنعوا انهم يكتبوا، تمنعوا انهم يعبروا الراي ديالهم، كاين اللي تحبس، كاين اللي تعدم، كاين اللي تقتل، كاين اللي تنفى. فولتير، دابا ندوزو لفولتير اللي كتب لنا كونديد و لوبتيميزم. فولتير فولي دينونسي كونديد، فولتير فاش كتب كونديد وكتب شحال من قصه اخرى كان باغي يدينونسي، يستنكر لانتوليرونس، التعصب وعدم قبول الاخر كيما بغى يكون داك الاخر مختلف عندي في اللون، في اللغه، في الدين، لا غير الحرب. حنا شفنا في كونديد انه تكلم على الحرب،
والمأساة ديالها، الاسكلافاج، العبودية، شفنا حتى الموضوع، لو فاناتيزم ريليجيو، التطرف أو التعصب الديني، et se lève contre les pratiques ou ضد les pratiques judiciaires abusives، يعني الممارسات القانونية التعسفية، يعني واحد كيستغل السلطة القانون باش أنه يظلم الناس، باش أنه يمارس هذه السلطة ويتحجر على الناس. avec Candide et l'optimisme، فاش كتبنا فولتير هاد كانديد et l'optimisme اللي هي واحد لو كونت فيلوزوفيك، il critique، فولتير كريتيك، كينتقد لا سوسيتي بصفة عامة، المجتمع de son époque ديال هذيك الفترة ديالو، avec tous ses défauts et vices، كينتقد المجتمع بلي ديفو بلي عيوب ديالو المساوئ ديالو. هذا هو لو سيكل دي لوميير، وهذو هما الاهداف ديالهم، كان هو نشر الحرية، الوعي، المساواة، حقوق الإنسان، والسنكار ديال العبودية، ديال الحرب، ديال التطرف الديني، التعصب، العنصرية، الظلم، etc.